ممكن نقول عجينه بس البتاو لو عايزين تعملوه في البيت بشكل لطيف كده سهل، ممكن اقول عجينته اللي عايز يعمله يجربه. عايزين تعملوه زي الفطاير الصغيره، عايزين تعملوه زي البسكوت، ترقوه وتعملوه باشكال البسكوت على فكره بيبقى روعه، ويتحط في علبه كده وتاكلوا منه، ضيفوا له بس حبه البركه او حاجه من الحاجات اللي فيها دي. طب ننزل بالمقادير، نقول بسم الله. خلينا ناخد مقادير البتاو. عايزه شويه حبه البركه حماده، عندي كوبايه من دقيق الذره، وكوبايه من دقيق القمح، القمح الحبه الكامله، وعندي كوبايه من الدقيق البلدي العادي جدا اللي احنا بنستخدمه في العجين في العجن، معلقه كبيره خميره فوريه، نص كوبايه لبن عادي، وعندي كوبايه من اللبن الرايب هعجنه بيها. تسلم ايدك يا حماده. وعندي رشه ملح، 3 معالق من السمنه البلدي او السمنه العاديه براحتكم يعني اللي موجود، واللي عايز يحط زيت يحط مش مشكله، ومعلقتين كبار من الحلبه المطحونه، معلقه سكر طبعا عشان نشغل بيها العجينه بتاعتنا. انا عندي هنا العجان، هاخد الحاجات دي كلها. اللبن عندي هعجن باللبن الرايب، لو عندكم جزء من اللبن الرايب وبدل اللبن ده تحطوا مكانه شرش مع وتخلطوه بالرايب شغال. هاخد بقى انواع الدقيق الحلوه دي، الاسمر والذره، وهاخد الابيض كمان. عايزه معلقه بس حماده كده، بسم الله. هعمل حبه كده صغيرين في البيت، هو من الحاجات الحلوه قوي مفيده جدا. ادي دقيق الابيض، يبقى حطينا دقيق ذره ودقيق ابيض والدقيق الاسمر بتاع القمح الحبه الكامله، ده غير الرده اللي اتفقنا عليه، الرده حاجه تانيه. وعندي الخميره اهو، وهاخد معلقه من السكر ومعلقتين من الحلبه المطحونه. عايزه اقول لكم من الحاجات العبقريه جدا، وعايزه كمان. اوكي يا حبايبي، هو بس حماده هيجيب، ياخد بس اللبن جنبي، وعندي السمنه اهي، هياخد كده معلقتين من السمنه كده. طبعا ده هتعملوه بقى في الفرن، عايزين ترقوه تعملوه كده، انا بس بحبه في البيت بصراحه، بيعمل زي البسكوتات او زي الفطاير الصغيره وتمام. عايزه حبه البركه حماده، هقلب كده. خليني بقى اشوف كده الملمس بتاعه هايل، عشان هشيل دي بقى كده وهروح هناك. الله، ريحته تحفه تحفه، وعايزه برده صاج ونبدا نفرش عليه. انا هوريكم بس الشكل واسيب حماده بقى ايه يتعايش. هوري بس ده هنا بعد ما بيخمر، بس ده من غير حبه البركه، وهنا هنا قبل ما يخمر. ورقة زبدة، شوية زيت هنا، هعمل كده. مسحة واحدة خفيفة جدا، وعايزين نتابع العرايس يا حماد كده بالمنديل كده، وممكن يبقى فيها سمنة. دي بصوا اللي احنا لسه عاملينها، بصوا جميلة ازاي، ريحة الحلبة قوية مع حبة البركة تدي طعم حلو قوي معاه. عايزين ما تحطوش جوه العجينة، ولما تيجوا تشكلوه تحطوا على الوش ماشي. انا بس عايزة اقول ايه، ان احنا نقدر نعمل حاجات نفسنا بيبقى فيها، لو ما جاتش من اصل بلدها واحنا حد عملها لنا،
ممكن ما نعملهاش يعني عايزينها تجيلنا، بس هنقدر نعمل حاجات لنا في البيت بطريقه مناسبه لامكانياتنا ومناسبه للتولز اللي عندنا، مش بقى اللي هيبقى فرن اهو. بصوا ده بعد ما خمرت العجينه، بس هنا ما فيهاش ريحه روعه، ما فيهاش حبه البركه، دي فيها ودي ما فيهاش. خلاص دي عجينه اللي خمرت، هتقعد حوالي ساعه في مكان دافي زي ما اتفقنا للتخمير، ونبدا بقى نقطع منها. عايزين تاخده كده ونشكل واحده مثلا، انا ممكن اعملها زي الفطاير الصغيره زي الاقراص الصغيره يعني، او تتفرد قوي جامد وعايزه رشه كده من الدقيق، ممكن يبقى دقيق ذره او دقيق قمح اللي انا افرش عليه عادي برضو. اوكي طيب كده مردنتي فين يا حماده؟ ايوه هاتها من تحت، تسلم ايديك. ونفرش كده ونبدا بقى نعمله نسويه. هيدخل فرن عادي جدا 180 مفيش مشكله خالص، وهنقلبه على الناحيتين. عايزينه مقرمش اوكي، عايزين فيه طراوه براحتكم، عايزين تعملوه على البوتاجاز برضو ينفع. فخلينا بس نستفيد بالفكره نفسها، والشكل بقى ده يرجع لحضرتك. انا عارفه ان حضراتكم بس ما شاء الله مبدعين جدا. هبدا بقى ايه اديها شكل الدايره كده، بوله ولا حاجه كبيره اقطع بيها احطه كده دواير حلوه، وهستسمح حضرتك واوريكم لما نرجع طبعا. والنهارده احنا عملنا وصفات اتمنى انها تكون نالت اعجاب حضراتكم. عملنا البتاو وعملناه بشكل نيو لوك، عملناه بشكل البسكتس، وعملنا منه دواير كده ممكن يتاكل مع اي حاجه انتم عايزينها.